أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. مع الأسف لغاية الآن لم تنتشر المقابلة التي أجرتها هاندا أرتشل يوم أمس مع الصحافة، وهذه ترجمة ما كتبته الصحافة التركية اليوم. عندما شهدت هاندا أرتشل التي كان اسمها متورطاً في شائعات حب مع حبيب هادسة السابق كان يلدرم في شوارع لندن معه، وبعد عودتها من إجازتها مع كان يلدرم، انعكست هاندا أرتشل في العدسات في اليوم السابق في أتلير. الممثلة البالغة من العمر 28 عاماً والتي شهدت وهي تبتسم تحدثت لأول مرة عن حياتها الخاصة. قالت أرتشل أنها في مزاج جيد للغاية، كل شيء على ما يرام، أنا بخير. ولدى سؤالها عن إجازتها بلندن أجابت الممثلة الجميلة قائلة: لقد قضيت إجازة صغيرة هذه الأيام، نعم. وعن علاقتها مع كان يلدرم قالت أرتشل: أنا بخير، كل شيء على ما يرام، إنه جميل. وتذكيرا أنها انفصلت عن كارن بورسن حبيبها السابق وشريكها في المسلسل الأخير، سألها الصحفي: هل تستمر صداقتك مع كارن بورسن؟ أجابت هاندا: لقد كان سؤالا غير ضروري على الإطلاق، دعنا لا نتحدث عن هذه الأشياء، ليست هناك حاجة. هل برأيكم هل فعلا هذا ما قالته هاندا أم أنها لم تقل ذلك؟ إلى حين انتشار المقابلة صوت وصورة، شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.